مطر من قال له، وادي من قال له، اشوف بيت الغني ما يودي بحر. جميل جدا. السلام عليكم، افتخار ساجواني. اليوم نحن نزور مطعم مو، طبعا اكلنا نحن هنا اكل وعده انواع عده اشكال سندويشات اللي نحن نقول، ولكن له اللي نحن نريد نقول لازم أي شاب يجب يكون عنده عدالة مع نفسه أول في أي عرس أو عقد قران أو عيد ميلاد أو هويمين، يرجعوا إلى مطعم المرجى في أي عرس أو عقد قران أو عيد ميلاد أو هويمين، يرجعوا إلى مطعم المرجل في الحيل. واجب علينا أن نستعمل وناكل في بيوتنا، وخاصة الناس اللي يحبون يأكلوا، لأن هناك فطر مع الخارج ما تعرف إيش فيه، لكن هنا مواصفات عالمية وعمانية. هل هم مشغولين؟ هل بدرجة تأتي ممرضة وتتصل من المستشفى، أو صيدلانية تتصل من صيدلية المستشفى